عبر الهاتف من الحديدة ينضم إلينا سيد عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد الحفيظ أرحب بك. مساء النور أختي الكريمة، أهلا بك. نعم، إذا هذا تطور آخر ربما بعد التطور الأخير الخاص بمارتن جريفيث وزيارته لروسيا والإمارات وأيضا سلطنة عمان. الكل ربما في المرحلة الماضية كان يشكك في جهود مارتن جريفيث في ما يتعلق باليمن. الآن الحوثي أو ميليشيات الحوثي تقوم باستخدام مباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية تقوم باستهداف منشآت يمنية. تفسيرك سيد عبد الحفيظ. نعم أختي الكريمة، هو في الواضح هو تحد سافر بحسب وصف الحكومة الشرعية بأن تمعن الميليشيات الحوثي من توسعة انتهاكاتها على مستوى المدني وتصعيدها على المستوى العسكري. على المستوى المدني الليلة البارحة قصفت بصواريخ الكاتيشيا مخيم للنازحين في مديرية الخوخة جنوبية الحديدة، وهناك قتلى وجرحى. المخيم البريلي هو المرة الثالثة قصف هذا المخيم. على المستوى العسكري صعدت وحشدت العديد من قواتها على تخوم مدينة الحديدة في الجهة الشمالية والشرقية وكذلك المناطق الجنوبية، وشنت العديد من الهجمات. تمكنت قوات الجيش من كسرها خلال ال 72 ساعة الماضية. هذا التصعيد اليوم دفع برئيس الوفد أو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة المعينة من قبل مجلس الأمن لإدارة ملف الحديدة بأن وجه رسالة اعتبرها مراقبون بأنها رسالة صارمة لرئيس اللجنة المشتركة الجنرال لوريس جارد. أوضح فيها بأن ميليشيات الحوثي لا تزال تقوم باتخاذ المباني التابعة للأمم المتحدة كمكتب الغذاء العالمي وغيره مكارس لقواتها ومدرعاتها، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، إلى الأحياء المدنية، إلى الكهرباء، المياه، وحتى يعني سدود الصرف الصحي، ميناء الحديدة. وزعت فيها الكثير من البطاريات الصواريخ وبطاريات أيضا المدفعية الثقيلة التي تقصف بها كل ليلة مع كل هجوم مواقع قوات الجيش. العزيز اللواء حمود صغير عزيز قال للإسكان صراحة بأنه لأن الفريق المتواجد في الأرض لا يستطيع أن يرصد كمية الهائلة من الخروقات التي تمارسها الميليشيات. نعم نعم، هذا من جانب. من جانب آخر، ألا يوجد أي رد فعل للأمم المتحدة عن هذه الأفعال سيد عبد الحفيظ؟ ألا يوجد مناشدات يمنية للأمم المتحدة في هذا الفعل؟ حتى هذه اللحظة يبدو أن هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الشرعية وأيضا على الدول العربية المتحالفة في المتحالفة. ضغوط من سيد عبد الحفيظ؟ نعم اسمعك. ضغوط من ضغوط من الدول لها علاقة بإيران، الدول لها حضور كبير في مجلس الأمن كبريطانيا، كفرنسا، وك يعني بعض اللاعبين الدوليين من الدول في بلف اليمن يضغطون باتجاه أن يوجد هناك حوار للأسف الشديد مائل لصالح الميليشيات الحوثية، مما يخيف ليس اليمن فقط ولكن الدول المحيطة به لإيجاد أجندة إيرانية تدير وإعادة الخارطة العربية والخارطة المنطقة عموما بما وفق المشروع الإيراني ووفق اللاعبين الكبار في مجلس الأمن. وبالتالي اليمن ترفض رفضا قاطعا بحسب المسؤولين الحكوميين أي تدخل لأي دول تحاول الضغط او اعاده ملف الصراع من ملف الحكومه الشرعيه وميليشيات الى اجنحه داخل الشعب اليمني. الشعب اليمني رفض هذه الميليشيات والدول العربيه هبت لزقزقه الشعب اليمني، مصر، الامارات، السعوديه وغيرها من الدول العربيه التي وقفت في هذا التحالف، والذين يؤكدون مضيهم في تحرير اليمن من هذه الميليشيات التي للاسف الشديد تعدت حتى الحاجز اليمني واصبحت تقصف مدن سعوديه وتهدد المياه الاقليميه سواء في الخليج او البحر الاحمر. نعم، هذا من جانب. من جانب اخر سيد عبد الحفيظ، يعني البعض يتساءل الان ما هي اهداف الامم المتحده من تعطيل الحل اليمني سيد عبد الحفيظ؟ ما هي الاهداف العائده عليها؟ اختي الكريمة، للاسف الشديد منذ انطلاق ملف السويد عرف الهدف للامم المتحده سوى ايجاد مزيد من الوقت للميليشيات لتعيد انتشارها، لتعيد تمترسها، لتعيد
يعني المزيد من التسليح من قبل ايران، المزيد من الحصول على الطائرات المسيره والصواريخ الباليستيه، هي من الاشياء لا تستطيع ان تصنع هذه الاسلحه، وبالتالي هي الامم المتحده للاسف الشديد من خلال مناوراتها ومن خلال حتى الزيارات المكوكيه التي يقوم بها المبعوث الاممي لروسيا وسلطنه عمان وما الى ذلك، هو ايجاد مساحه واسعه من الوقت والزمن تلعب فيه هذه الميليشيات، تخلق فيه المزيد من الملفات الانسانيه لتتسول بها لدى المنظمات الدوليه ولدى مجلس الامن في محاوله منها لاحاله الملف اليمني الى ملف انساني، يجب تقاسم هذه المنطقه الجغرافيه في جنوب شرق الجزيره العربيه، وبالتالي الشعب اليمني يرفض كل هذه الممارسات، ورساله الفريق الاممي صراحه كانت قويه، وهناك ايضا ربما تكون رساله رئاسيه ايضا لرئيس مجلس والامين العام للامم المتحده في الساعات والايام القليله القادمه. نعم سيد عبد الحفيظ، يعني كونك تحدثنا من الحديدة، هل لك أن تشرح لي الوضع الآن هناك؟ المعارك ضارية في جنوب مدينة الحديدة باتجاه مناطق الجبلية والحيمة الساحلية إضافة إلى تحيتة حيث الدريني، هذه المناطق مشتعلة إضافة إلى المعارك التي تدور على تخوم جبهات مدينة الحديدة، الجبهة الشمالية والشرقية اليوم قصف المجمع او قصفت الميليشيات المجمع الغذائي لشركة مانا يماني معذرة، وهو احد المجمعات الغذائية الكبيرة في الصناعة التحويلية في الحديدة، قصفته هذه الميليشيات وقتلت العديد من العمال في هذه المنشأة الغذائية والصناعية، قصفت ايضا مستشفى 22 مايو منذ يومين، وقصفت ايضا مخيمات للنازحين جنوب الحديدة، كل هذا الذي يحدث الان وللاسف الشديد اي يعني بلوغ مزيد من الوقت الامم المتحده التي تبذله لهذه الميليشيات، معنى ذلك ان هذه الميليشيات توسع من انتهاكاتها واتجاه المدنيين، وتوسع ايضا من خروقاتها وتصعيدها العسكري على مستوى مختلف الجبهات، مما يعقد المشهد السياسي والعسكري ليس في الحديده فقط ولكن في اليمن برمته. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من الحديدة سيد عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.